مرحبتين ومرحبا. طبعا اول حاجه انت بتفكر فيها بعد الفطار هي كوبايه القهوه اللذيذه اللي تظبط الدماغ اللي انت خرمان عليها طول اليوم، وبين خيارات متعدده العمال القهوه من ماكينه اسبريسو الموكا بوت لفرنش بريس، الا ان القهوه التركي هي الوحيده اللي بتظبط الدماغ بعد الفطار 100%. وما ينفعش ان انت تيجي تعمل كوبايه قهوه تركي تطلع معاك صيصه او مش مظبوطه. لما تيجي اقول لك على 3 تريكات لو انت عملتهم هتاخد كل مره نتيجه مرضيه جدا ووش حلو قوي. تابع معايا الفيديو عشان تعرف الطريقه، يلا بينا. اول تريكايه ودي بيكون ليها علاقه بالطعم اكتر من اي حاجه تانية، وهي ان انت تستخدم بن نظيف، بن يكون الكواليتي بتاعه كويس. ناس كتير سالتني انت بتستخدم بن ايه، وانا قلت لهم انا بستخدم بن باستد كوفي، ده مطعم بن موجود في طنطا وعنده توصيل لكل مكان في مصر، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات. ده مش سبونسر ولا اي حاجه، لكن ده البن الشخصي اللي انا بستخدمه اللي الناس سالتني انت بتستخدم بن ايه. مبدئيا الكنكه بتاعتك بتكون فاضيه ما فيهاش ولا ميه ولا اي حاجه. انا عن نفسي بستخدم 15 جرام بن، دي فنجان زي ده، دي فنجان زي ده حوالي 80 مللي. هتبتدي تنزل بخرخور ميه صغير، يعني حاجه انت فاهم انت يا دوب كده ايه تاخد البن. الخطوه دي مهمه، من ضمن التريكات بتاعتنا ان انت تستخدم ميه ساقعه، ما تكونش ميه سخنه، تمام؟ تفضل تقلب. شايف البن عامل ازاي؟ شبه الصوص الشوكليت، تمام. وبعدين تنزل بشويه ميه كمان عدى اللي انت حطيته وتقلب، وفي الاخر بقى تكمل بقيه الكميه بتاعه الميه بتاعتك لحد ما تكمل الفنجان بتاعك اللي هم ال 80 مللي اللي احنا قلنا عليه. يبقى انت كده ضمنت ان البن كله داب ومفيش التكتلات اللي بتبقى على الوش دي. انت لو حطيت الميه وبعد كده حطيت البن، البن عمره ما هيدوب لان الميه بتبقى ساقعه، وده في الاخر لما بتيجي تصب بيبقى الوش صايص منك، مش هيطلع القهوه مظبوطه ومش كل البن هيستوي. الخطوه دي هتضمن لك ان كل حبايه من البن هتستوي، كل ذره بن هتستوي كويس في الميه. شغلنا النار بتاعتك يا باشا، ده تقليبة أخيرة وارفعها على النار كده. انت البن بتاعك كله متقلب تمام التمام، ما عندكش أي مشكلة في أي حاجة. هي بالظبط هتاخد لها 3 دقايق ونص 4 دقايق، كل دقيقة هتديها تقليب. ما سيبك من اللي يقولك ما تقلبش وما تعملش، لا، أهم حاجة إن أنت تقلب. هذا أول تقليبة بعد أول دقيقة. ميزة الكنكة الشفافة دي إن هي بتوريك الوش هو بيرفع إزاي. ده بيكون شكل الوش في الفنجان، وش من فوق كريمي خالص ما فيهوش، بص الهوا ما فيهوش فقاقيع، انت شفت الصبه بنفسك ما كانش فيها اي تكتلات ولا بصوب. جرب بقى الكام تريكايه دول، صدقني هتاخد نتيجه 100 100. ما تنساش دعوه حلوه من القلب كده، ولايك وفولو وشير لو عجبك الفيديو حبيبي. السلام السلام.